أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فله حياة أبدية. له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. يا رب لماذا تقف بعيدا؟ ولماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ يا رب لماذا تقف بعيدا؟ ولماذا تختفي في أزمة أو أزمنة الضيق؟ كلمة الرب لإلنا اليوم بعنوان ماذا لو اختفى الله حقا؟ كاتب المزمور يردد الكلمات ويعبر عن مشاعره، يعبر عن أحاسيسه، يعبر عن شعوره في وضع روحي معين، وكأنه الله لم يعد متواجد في حياته. ويقول الكتاب الكلمات لماذا تقف بعيدا ولماذا تختفي في أشد المواقف وفي أشد الحاجة لإلك؟ أشعر وكأنه الله بعيد عني، وأن الله تركني، وأن الله اختفى حتى من حياتي. رجال الله اختبروا هذا الاختبار أن يقولوا هذه الكلمات لماذا تختفي. هل تأملت عالم أو حياة حقا فيها الله يختفي؟ اليوم رح نشوف حقيقي لو اختفى الله من عالمنا ماذا سيصير أو ماذا سيكون. شوف مزمور 22 والآية الأولى، إلهي إلهي لماذا تركتني؟ إلهي إلهي لماذا تركتني بعيدا عن خلاصي، عن كلام زفيري؟ شوف مزمور لداود يقول كمان مرة، إلهي لماذا تركتني؟ مين فيكم اختبر هذا الشعور وكأنه الله بطل موجود، وكأنه الله اختفى، وكأنه الله تركنا؟ كيف داود شعر بهاي الأحاسيس مع أنه هذا الرجل كان يعرف الله واختبر الله وكان يحب الله وكان قلبه كقلب الإله، ولكن بيقول لماذا تركتني؟ لماذا تركتني؟ أيوب يقول لماذا تحجب وجهك وتحسبني عدوا لك؟ مزمور 13 والآية الأولى يقول إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ وإلى متى تحجب وجهك عني؟ شوف ما في أكتر وما في حاجة أفسر هاي الكلمات اللي فيها حقيقي تعبير صادق عن هذا الشعور القاسي، أنه هذا العابد وهذا المؤمن وهذا الصديق وهذا الإنسان اللي واضع ثقته في الله يأتي إلى مواقف يشعر بها وكأنه منعزل كليا ولا يوجد بعد هناك أي صلة وأي رباط وأي وجود لله بحياته. ما في أصعب من هيك. إذا بدي أوصف لكم هاي الصورة أو هذا الحدث بصورة واحدة، بدي أياك تتخيل بحر من الظلام يملأ سكوت قاتل جدا 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 عندما يختفي الله. ما في أصعب للإنسان لما يشعر وكأنه الله تركه. وأمرات الله بيختار إنه يختفي لأسباب كثيرة، بس
لما الله بيختفي عالمنا بيسود، لما الله بيختفي حياتنا تمتلي شقاء، لما الله بيختفي نشعر بالوحدة وقساوة ومرارة هاي الدنيا. عبر التاريخ الله اختفى في كثير من الأحداث عن شعبه. في زمن صموئيل يقول الكتاب في هذيك الأوقات أن صموئيل كان يخدم الرب أمام عالي، وكانت كلمة الرب عزيزة، يعني الله ما عاد يتكلم. بقول الكتاب لم تكن رؤيا كثيرا، الله بطل يورجي يظهر ذاته، بطل يعبر عن ذاته من خلال أنبيائه، بطل يظهر للإنسان ولشعبه ولأنبيائه كلمته. هذا وضع مخيف جدا جدا جدا، ما في أصعب منك. لكن بتروح أمرات على المقبرة تقعد مع الأموات، ما في هناك غير الصمت والسكون، ما بتعرف شو النهاية. هذا وصف لماذا يختفي الله، أو ماذا لو اختفى الله. الله يختفي زي ما قلت لعدة أسباب، أهم سبب وجود الخطية، أهم سبب وجود الخطية. الكتاب في المزمور 66 والآية 18 يقول: إن راعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب، لماذا تركتني بعيدا عن خلاصي؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ لماذا تحجب وجهك عني؟ لماذا تنساني كل النسيان؟ لماذا لا تتكلم إلي؟ علينا أن نفحص أولاً، هل نحن نرعى خطية في حياتنا؟ لأن الإثم يحجب وجه الله عنا، وعشان هيك أول إشي لازم نفحصه، هل حقيقة في هناك شيء بيمنع أنه الله يتواجد في حياتي؟ هل في هناك شيء بيمنع؟ لأن الكتاب بيقول أن خطاياكم صارت فاصل ما بيني وبينكم. تعرف لو الله أخذ هذا القرار أنه يختفي، يا مصيبتنا. إحنا عايشين كل يوم بس بسببه، من خيره. طلع الكتاب شو بيقول بسفر أيوب الإصحاح الخامس والآية 9، تعال نشوف شو الله بيعطينا. الفاعل عظائم لا تفحص وعجائب لا تعد، المنزل مطرا على وجه الأرض. تعرف يعني إذا الله قرر يختفي معناته بطل فيه مطر، والمرسل المياه على البراري بصير في جفاف، والجاعل المتواضعين في العلا. لما الله يختفي كل دول المتواضعين كان يرفعهم، انت مرفوع وانا مرفوع وانت مرفوعة بسبب الله. لما الله يختفي كنا منكم تحت. اذا الله رفع من شأننا، إذا الله رفع من قيمتنا، إذا الله أعطانا أي قيمة وأي سلطان وأي مركز، لأنه بالنعمة بفضله. وإذا الله راح كلنا منكون تحت. فيرتفع المحزونون إلى أمن، والمبطل أفكار المحتالين، فلا تجري أيديهم قصدا، والآخذ الحكماء بحيلتهم، فتتهور مشورة الماكرين في النهار، يصدمون ظلاما ويتلمسون في الظهيرة كما في الليل، المنجي البائس من السيف. تخيل لو الله مش موجود لكنا فريسي. هذا المنجي
المسكين والبائس من السيف. تعرف الله لو اختفى كل حمايته عن كل الكرة الأرضية ما بتعود موجودي. تعرف كم من مرة نجاك؟ تعرف كم من مرة نجاني؟ لو الله مش موجود هاي الآية بطل إلى أي قيمة. شوف مزمور 103 والآية 6. الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. بدونه ما بنعرف شيء عن العدل، لأن الله من طبيعته أنه عادل، وهو يجري عدلا لمين؟ المظلومين. لما الناس بتظلمك، لما الناس بتغشك، لما الناس بتاخد حقك، لما الناس بتدينك وتتهمك وما في أي حدا بيقدر يثبت براءتك، الله الله يجري العدل والقضاء. في مرة فكرت فيها، انت بتروح امرات على المحكمة بتكون مظلوم، فجأة بتلاقي انه كان نور يظهر برك وحقك الظهيرة. لازم تفهم انه الله وراء هذا. وتخيل عالم ما فيه الله، مبعود فيه عدل، مبعود فيه انصاف، ما بفعود فيه صدق، ما بفعود فيه قضاء، بصير اللي بدفع بمشي الامور. ورغم وجود الله، شوف الانسان كيف بيحاول دائما يبعد عن مقاصد الله ومشيئه الله ويعمل عكس هذا. تخيل لو الله برضه مش موجود، شو بتكون الوضع؟ يعني حالي يرثى لها. شو أخذنا من الله؟ شو أخذنا من الله؟ طيب تعال متخيل عالم ما فيهش الله. شوف هاي الآية بسفر يوحنا أو إنجيل يوحنا سوري والإصحاح الثالث. كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. أنا صار عم بقرأ الإصحاح الأول الآية 3. كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان، وفيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلم والظلم لم تدركه. قال بقول كل شيء فيه كان. لو في عالم ما فيه الله معناته في شيء ممكن يكون. تطلع برا تتمشى بتشوف واو محل البحر. بعرفش ليش هذيك المرة أنا وحبيب كنا سايقين السيارة والشمس نزلت، وشو انعجق الأخ حبيب طال التليفون وبلش يصور. شو عم بيصور؟ إشي منشوفه نحن كل يوم مرتين، وبرضو صلنا آلاف السنين ننعجق من هذا المنظر إن نشوف الشمس تنزل. تعرف ليه؟ لأنه في واحد أعظم رسام رسم هاي اللوحة الجميلة لإسم الطبيعة. تخيل لو ما كان الله هناك. الكل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. إيش عندك؟ إيش عنا؟ إيش في بعالمنا؟ إيش في برا؟ إيش في بالشارع؟ إيش في بالبحار؟ إيش في بالنجوم؟ إيش في بالكواكب؟ بسببه. ولو ما في الله ما في شيء، لأنه الكتاب بيقول كل شيء به كان وفيه كانت الحياة. يعني عالم يختفي به الله فيه موت، لأنه مصدر الحياة. إيم الله بصير الموت. أعمال الرسل 17 الآية 28 بقول لأننا به نحيا وبه نتحرك وبه نوجد. لأن به نحيا ونتحرك ونوجد. ماذا لو اختفى الله؟ رح نموت ونبطل نقدر نتحرك ويبطل إلنا وجود. هذا منظر عالمنا. متى 5:45 لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين
ويمطر على الأبرار والظالمين. تعرف شو عم بقول الكتاب هون؟ قال هاي الشمس كل يوم الله بيطلعها. كل يوم الله بيطلعها وبشرق على الناس كلها، على الأشرار، على الصالحين. ومش بس هيك، وهذا المطر، المطر وكأنه الله بيعطي الأمر وين تيجي. تقول لي أسيس المطر هذا بيجي عشان الغيوم، والغيوم فوق بيكون حاملة بخار ماء وبيجي نسمة باردة وعشانك بسقط المطر. مظبوط، بس صدقني لما أصبع الله بوقفك بهاي البلاد عم نعاني القحط، عم نعاني الجفاف. روحوا شوفوا منظر بحيرة طبرية، لأنه الله عم بيختفي، عم بيرفع إيده عنا، عن بلادنا. شوفوا شرق أوسطنا، شوف إذا إيد الله ارتفعت شوي الدنيا خربت. قال هذا الرب بقول الذي يشرق شمسه. أنا بدي إياك كل يوم الصبح لما توقفك إذا بتفيق بكير وبتشوف الشمس كيف تشرق، تخيل كيف ربنا بيمسك الشمس زي طابة هيك برفعها، بعدين بحطها بوسط السماء، بعدين بجيبها للناحية الثانية، وبعدين برجع بنزلها. هاي بفضل نعمته، بفضل نعمته. كل يوم بدي إياك تشوف هاي الصورة. تعرف ليه؟ لأنه في يوم رح يجي هاي الإيد اللي ترفع الشمس هي نفس الإيد اللي رح تنزلها وتعطش تطلع. شوف متى 24، متى 24 والآية 29 بقول هيك: وللوقت بعد ضيق تلك الأيام لتظلم الشمس. بعد ضيق تلك الأيام هاي الشمس اللي كانت تشرق بسببه، لأنه قال يشرق شمسه، شمس لمين؟ لإله. ورح يجي يوم الشمس ما تعود تشرق لأنها رح تظلم، والقمر كمان لا يعطي ضوءه، والنجوم تسقط من السماء، وقوات السماوات تتزعزع. يوم رح يجي، بس لما تشوف الشمس اليوم اتذكر انه الله بعده موجود. لأنك باللحظة اللي بتشوف الشمس اختفت وما عادت طلعت، افهم الله اختفى، مصدر النور راح، اختبأ، تركنا، تخلى عنا، تخلى عن شعبه، تخلى عن الأرض كلها والإنسان، زي ما تخلى عن الناس لما كانوا يخطوا وقت أيام نوح وأرسل الطوفان. في أيام صعبة رح تيجي يا أخوتي. ماذا لو اختفى الله؟ أرميا 5:22 إيايا لا تخشون يقول الرب، إيايا لا تخشون أو لا ترتعدون من وجهي، أنا الذي وضعت الرملة تخوما للبحر، فريضة أبدية لا يتعداها، فتتلاطم ولا تستطيع، وتعج أمواجه ولا تتجاوزها. البول أنا حطيت الرمل حد للبحر. شوف أدي البحر عنيف، أدي قوته، أدي فيه مياه. تعرف أنه 70% من الكرة الأرضية هي مياه مش يابسة. البحر يحمل كنوز الدنيا كلها وأسرار وإنهاج لا بعود يفيد، لا سفن ولا طيارات ولا إيش بدك. فيش قوة تستطيع أن تكسر كبرياء هذا البحر. إجا الرب حط له خط هيك، شوية رمل، شوف الرمل فيهش قوة، فيش فيه قوة، ذرات صغيرة متلاصقة. الرب حط هيك على البحر، كل كبريائك بوصل لهون. الذي إيش وضع تخوما للبحر، وضع الرمل تخوما للبحر، فريضة أبدية. تعرف أنه رح يجي يوم الرب يزيح إيده هيك ويزيح الرملات زي كيف أمرات منشوف،
والمي تبدأ تطلع لفوق. عم نشوف اليوم قبل كم من يوم بالأردن بإيلات عنا، قبل فترة كمان بالنقب راحوا 9، بالأردن راحوا 21. إشي مخيف. وهذا شو كلياته؟ شوية شتاء وبينزلوا في وادي. هذا الإله الذي وضع الرمل تخما للبحر راح بس يزيح هيك شوية الرملات وتلاقي الموج. يعني العلماء بتوقعوا إذا بيصير هزة أرضية بقوة مرتفعة 8-9 ما بعرف قديش بقلب البحر قريب على شي بلد زي ما شفنا بإندونيسيا وهي المناطق، هاي ولا إشي، هاي ولا إشي. مش قبل شوي قرينا تتساقط الكواكب والنجوم تتساقط متى 24؟ بتعرف مش إذا نجمي، إذا صخرة 100 متر طولها يعني توقع بالبحر حيفا كلها تنمحى عن الوجود. لحدتي اليوم هذا ما صار لأنه الله حاطت خط. هوج قدي بدك، رياح، عواصف، إيش بدك، هون بتوصل بتوقف. كمان بسفر الأمثال بيقول وضع للبحر حده فلا تتعدى المياه تخمه. كل هاي النعم اللي قريناها، كل هاي البركات، كل هاي العطايا، شوف شو صار. بقول الكتاب المقدس أشعياء 63 والآية 10، وأحزنوا روح قدسه فتحول لهم عدوا. مسكنا البحر، مسكنا الشمس، مسكنا المطر يشرق علينا بالخيرات ويباركنا ويبارك الأرض ويبارك المزروعات وبه نحيا ونتحرك وكل شيء به كان وكل الخليقة، كل الحياة، كل النعم. لكنهم تمردوا، لكنهم تمردوا وأحزنوا روح قدسي، قال إيه؟ فتحول لهم عدوا. هذا إله الرحمة، إله الحب، الإله الذي يهتم بالإنسان، الإله الذي يهم أمرك وأمري. بيجي يوم بقول خلص، يصرخ الجبار مرا. تعرف شو؟ لو قرر الله أن يختفي من حياتنا، شوف شو بيصير، شوف شو بيصير. لو اختفى الله للحظة، ليش أقول لك كتير، للحظة من حياة الناس حتى المش مؤمنين فيه، بس لو الله ترك الأرض خلص، أول بدكم إياه، تعرف شو بيصيرون؟ تعرف شو بيصير؟ أول شيء الإنسان يتحول لأشرس كائن على الأرض. تعرف الإنسان حتى المش مؤمنين والكفار وإيش بدك تسميهم، برضو الله وضع فيهم شيء من صورته. مش بقولك خلق الإنسان على صورته، في صفات الله الأدبية موجودة بداخل الإنسان بالخليقة. ساعد طفل، ساعد امرأة مسنة، يرحم، هاي الأشياء هاي ورثناها من الله مش من أهلينا، لأن أهلينا سقطوا من آدم وجر. الله أعطانا. إذا الله بترك الإنسان بتحول لأشرس أشرس كائن على وجه الأرض. لو الله بيختفي لقتلنا بعضنا بحد السيف وقطعنا رؤوس بعضنا بعضا. تعرف شو الماسك الناس ما تعملش اليوم؟ في آية بتقول لا تقتل. حافظ الوصايا يخلف. تعرف لو ما في وصيه من الشكل شو سووا الناس؟ حتى الضمير تبعنا بقول لا تقتل. حتى مش انسان مش مؤمن بقول بقى مش وجود الله، بس هاي الوصيه مزروعه في الانسان. لو اختفى الله لا
لكن الناس مارست الدعارة والزنا، اغتصبوا النساء، اغتصبوا الأطفال بلا رحمة. أنا بشكر الله لأنه في آية بتقول لا تزني. بعد في شيء بيشتغل بعقل الإنسان، بيعرف أنه بيعمل شيء غلط، بس تعرفوا اللي عم بحكي لكم يا كل البشاعة الموجودة في عالمنا برضو الله ما اختفى بعد. تخيل كل البشاعة اللي احنا فيها والله موجود، لما بيختفي أنا بتخيلش كيف ممكن إنسان يمسك سكينة يذبح إنسان يقدر يقطع له راسه. لكن مرة بعتوا لي فيديو أبصر عش جماعة متخنقين، ماسك سكينة ضل يضرب فيه يمكن شيء 30 سكينة مات، وكأنه عم بقطع بسكوتي ولا كيك ولا خبزي. هذا هيك الإنسان بيصير لما بيطلع الله من حياتنا. لو اختفى الله من حياتنا لترك الأب ابنه يهلك، والأم تركت رضيعة ليموت، لأننا سنخسر معنى الأبوة ومعنى الأمومة. كل يوم تشوفوا لي الأخ جوني مطلع لي على الفيسبوك صورة لها البنت وكل 15 سنتي عمل لي فيها هيسة وزنبريطة. ليه؟ هاي الأبوة كل يوم بوزة شكل. احنا عملنا نفس الشيء زيه شوف. بس انتوا فاهمين منين هذا العجقه؟ شو البنت عم بتساوي مسكينه ولا ايش؟ يمكن اذا هذا اللي عملته، بس معجوق وبيصر عليها، واما بتصر عليها، واذا صاب شيء لا برداني ولا مش عارف شو، وروح على الدكتور. تعرفوا كل المشاعر بتموت، ببطل الكتاب المقدس بيقول كان في ايام يدي النساء الحنائن طبخت أولادهن، أمهات طبخت أولادهن. يوم الأيام كان بشعب إسرائيل، اقرأ الكتاب المقدس، ذبح أولادهن طبخوهم. كيف ممكن يصير هيك؟ لأنه الله اختفى من حياتهم. لو اختفى الله لتوقفت صلواتنا، وتوقفت اجتماعاتنا، وصمتت ترانيمنا، لأنه أصلاً لا يوجد حاجة بعد لإله. عايش نرنم، ما فيش الله. عايش نصلي، مش رح يسمع. عايش نجتمع، شو بعد فيه بيجمعنا؟ إحنا إيش موجودين هون؟ لأنه في شخص بيجمعنا. تخيل هذا الشخص راح. لو اختفى الله للحظة لفقد الفقير واليتيم الأمل ليوم أفضل آت. لو اختفى الله حقا لعاد المرسلون. تعرف قد في مرسلين اليوم بالعالم؟ تعرف قد في ناس عم بتعرض حياتها للموت وللهلاك، وبفوتوا على الأدغال، وبفوتوا على بلاد فيها شنق إذا أنت بتبشر بالإنجيل، وحبس، عم بخاطروا بحياتهم، بخاطروا بأولادهم، بخاطروا بنسائهم عشان رسالة الإنجيل. لو الله بيختفي هذول المرسلين بيرجعوا. أنا بطل في عايش يسوع، ما فيش عندن رسالة بعد، ما فيش عندن دعوة بعد، ما فيش عندن شيء يكرزوا به. لو اختفى الله ستسقط الكواكب وتدمر المسكونة والساكنين فيها، لأنه هذا الإله الموجود حافظ كل شيء بكلمة قدرته يقول الكتاب. لو اختفى الله من حياتنا ستقوم علينا الطبيعة، طبيعة ستقوم علينا التي أذيناها بصناعاتنا ونفياتنا كمان. طبيعة، شوف كيف منلوثها، شوف كيف خربنا الدنيا، قصينا الشجر، الأرض مليناها عفن، الأشعاعات النووية، الغازات، الدنيا كلها شقلبناها رأسا على عقب. تعرف إذا الله بيختفي شو بصير؟ إن طبيعة رح تنتقم مننا. صدقوني شو بحكيكم، شوف الزلازل، شوف العصير، شوف الأمراض، شوف الدنيا كلها راح تتزعزع
ضد الإنسان اللي الله لحد هذه اللحظة عم بيحجب غضبه عن الإنسان بسبب نعمته بسبب محبته. طبيعة بدها تنتقم لأنه شوهناه ودمرناه، سينتقم منا حيوان البر والبحر قد ما أسأنا إلهم. شوف أفلام طلعوا لك البقر، كيف ربنا خلق البقر عشان 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 نشرب حليبه وناكل منها، بس مش عشان نسيء لها، مش عشان نمزعها، مش عشان نزتها بالوسخ، مش عشان في فيها في البقره في نفس فيها حياه. شوف شو بيعملوا بالدجاج، شوف شو بيعملوا بالخنازير، شوف شو بيعملوا باي شيء بناكله. تعرف شو انا بقول؟ تخيل هيك، لو الله بيدفع ايده عن الانسان، هاي الحيوانات الاليفه، الكلب تبعك والبسي والحنزي والجاجي، صدقني ليحولوا مفترسين يقضوا علينا. قادرين تفهموا شو الصوره اللي عم بسوي لكم اياها؟ فيلم رعب، فيلم رعب. بس انا بشكر الرب انه ما اختفى. ولكن ممكن يكون اختفى بحياة شخص معين، زي ما قالوا لماذا تختفي في أزمنة الضيق. اللي بديك تتخيله كل الصورة المخيفة، لو الله اختفى من هذا الكون، ممكن الله موجود ولكنه مخفي أو مختفي بحياتك، ما تبقى بهذا الوضع بعد. تقول ليش حياتك فاشلة؟ لدمار، لأمراض خبيثة، للعنات، لكسرات، لفشل، لعدم نجاح، لأنه الله مش موجود، مش موجود بحياتك ولا بحياتي ولا بحياة أي إنسان. وإذا بنختار هذا الاختيار، كل اللي قريناه أنا مش إشي خيالي، هذا بصير فينا اليوم. تعالوا نبقي الله في قلوبنا، تعالوا نبقي الله في حياتنا، ونتذكر الإحسان، ونتذكر الفضل، ونتذكر الخير، نتذكر الكلمات. ومن جميعه جميعا أخذنا ونعمي فوق نعمي. بعدك تقدر تمشي على إجريك، قول هاي بسبب نعمته. بعدك تقدر تشتغل، قول هاي بسبب النعمي. تقدر تأكل بسبب النعمي، صدقني. تقدر تتحمم لحالك من غير ما حدا يحممك، هاي بسبب النعمي، هاي بفضل ربنا. في ناس بطلوا يقدروا يتحمموا، في ناس بطلوا يقدروا يمشوا، في ناس بطلوا يقدروا يأكلوا، في ناس بطلوا يقدروا يشوفوا، في ناس عايشين بس على التخت، في ناس مش قادرين يشوفوا نور السماء. كل شيء بتشوفه حولك بفضل النعمي. عشان هيك إياك توصل لهذا الوضع إنه الله اختفى. خلينا نحضي سلوسنا ونصلي. صلي معي، قل له يا رب أنا بدي أخرج من هذا الوضع اللي أنا أشعر نفسي وحيد متروك، وأنت لست حاضر في حياتي. ربما أنا السبب أني بعدتك عني بخطاياي وتعدياتي، ربما أنا السبب اللي تركتني يا رب لهذا الوضع، لهذا الازدراء، لهذا الوضع المخيف، لهذا الموت الصامت، لهذا السكون المخيف. أنا كنت السبب يا رب. صلي معه، قل يا رب أريد أن أعود إليك، أريد أن تظهر من جديد في حياتي، أريد أن أختبر يا رب حضورك بقوة، أختبر إعلاناتك حتى أستطيع يوم من الأيام أقول من فرط الإعلانات، مش إعلانات بس نبوات لا لا لا، الإعلان يعني الله يكشف ذاته لإلك في حضوره،
في هيبته في وجوده. مبارك أنت يا رب. ارفع يدك معي قل يا ربي تعال اظهر بحياتي، تعال تواجد، تعال يا رب احضر. نحن نعلن حضور يسوع، نحن نعلن حضور يسوع، نحن نعلن سلطان يسوع، نحن نعلن يا رب بركتك علينا، نحن يا رب نعلن خضوعنا لإلك، نحن نتواضع أمام يدك القوية يا سيد الرب. كل المجد لإلك، مبارك اسمك، مبارك اسمك يا يسوع. المجد للآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين.